ذكرنا انه في بدايه تكوين وصلت البي انجكشن انه انا بالاصل عندي بيور سيمي كوندكتر ماتيريال، ماده شبه موصله نقيه، سوينا لها عمليه تشويب، ضفنا شوائب لجزء من عندها من النوع الاكسبتر حولته الى بي، وضفنا شوائب من نوع الادينر للجزء الثاني حولناه الى الان، فبالتالي حصلت على بي انجكشن. زين المنطقه اللي راح تكون بها البي تايب، الحاملات الاغلبيه راح تكون هي الهولز مالتنا الفجوات، والحاملات الاقليه راح تكون هي الالكترونات. بالمقابل في منطقه الان تايب راح تكون عندي الحاملات الاغلبيه هي الالكترونات والحاملات الاقليه هي الفجوات. زين خلي افترض انه الالكترونات مالتنا ايش راح يصير بها؟ التركيز مالتي راح يصير بهذا الترتيب، تركيز الفجوات منطقة تركيز عالي تتحرك بهذا الاتجاه نحو منطقة التركيز الواطئ، هسه هذه هي البي، هذه الاكس، هذه البي اوف اكس. بالمقابل في منطقة الان راح يكون عندي الالكترون هو التركيز العالي، راح تتحرك الالكترونات بهذا الشكل، هذه هي الان اوف اكس، هذه اكس تتحرك بهذا الاتجاه باعتبار هنا الالكترون ما تركيزه هو الاغلب هو المسيطر، راح يتحرك باتجاه شنو المنطقة التركيز الواطي الإلكترونات اللي هي في منطقة البي. وبالنسبة للفجوات راح تكون في منطقة البي هي الغالبية، هي المجاريتي تتحرك باتجاه مناطق التركيز الواطي اللي هي في منطقة الان. خلال هذه الحركة راح يتولد شنو عندنا، انه الحاملات الشحنة اللي تكون قريبة من بعضها، يعني هسه هذه هي الجكشن، هذه الوصلة بيناتهم ما بين منطقة البي ومنطقة الان، اول ما يصير عمليه انتقال علما الحاملات اللي تكون قريبه اللي هنا، يعني الالكترونات اللي موجوده اللي هنا راح تنتقل بسرعه اكبر من الالكترونات اللي موجوده في المنطقه الابعد اللي هنا، فبالتالي المنطقه هذه القريبه راح تكون هنا شنو منطقه خاليه من الشحنات باعتبار انه الالكترون راح ينتقل والفجوات راح تنتقل القريبه اسرع، فبالتالي راح تتولد عندي منطقه نسميها منطقه استنزاف لاستنزاف حاملات الشحنه بها، يعني ما راح تكون بها بعد حاملات شحنه لا في منطقه البي ولا في منطقه الان. خلال عملية إعادة الانتشار وتولد عندنا تيار مثل ما ذكرنا في المقطع السابق، انه تيار المتولد نتيجة عملية الانتشار اللي هو سميناه بتيار الانتشار، بعد انتهاء عملية الانتشار راح نوصل الى مرحلة نسميها مرحلة الاستقرار. اذا مبدئيا هسه منطقة الاستنزاف هي المنطقة اللي تكون قريبة او المنطقة ما بين الوصلتين، منطقة الالتصاق، هسه هذه هي المنطقة سميناها منطقة الاستنزاف لاستنزاف حاملات الشحنة بها، يعني ما راح تحتوي على أي شحنات نتيجة أنه انتقالها السريع أكثر من بقية الشحنات اللي موجودة في منطقة الأبعد، فبالتالي الهولز تحركت بهذا الاتجاه والإلكترون تحرك بهذا الاتجاه. زين خلي أفترض أن طول منطقة الدبليجن ريجن هي LN في منطقة الN و LB في منطقة البي، إشارة سالبة باعتبار الأكسس مات، يعني جاي أبترضه هذا X أكسس، هذه الزيرو وكأنه هذه هي النيجاتيف بارت بالنسبة لنا. زين خلال عملية إعادة الانتشار أو عملية الانتقال، الانتقال ما راح يكون يعني خلينا نقول بآلية سهلة، وإنما راح يجابه شنو أشبه بالمقاومة لعملية انتشار بقية الشحنات في المنطقة الثانية، يعني من ينتشر الإلكترون في منطقة البي تحاول الهولز اللي موجودة هنا أنه تعيقها، بنفس الكلام أنه الفجوات اللي موجودة في منطقة البي وتحاول تنتشر تعيد نفسها في منطقة الآن الإلكترونات تحاول أن تعيقها، فبالتالي راح يظهر عندنا ما يسمى بالبارير فولتج، الجهد الحاجز، يظهر عندنا في الجهد كهربائي داخلي. هذا الجهد الكهربائي الداخلي ممكن أنه أنا يعني خلي أصوره بهذا الشكل، هذه هي منطقة الاستنزاف، يعني هسه خلينا نفترضها هذه منطقة البي، هذه منطقة الان، هذا هو الحد الفاصل ما بيناتهم، هذه هي خلينا نقول أرض منطقة الاستنزاف، هذه هي ال الكلية أرض منطقة الاستنزاف، هذه ال ان، هذه هي ال بي، يعني أرض منطقة الاستنزاف في منطقة الان هذه، وأرض منطقة الاستنزاف في منطقة البي هي هذه. الجهد اللي راح يتولد او يظهر هو جهد داخلي نتيجة انه الحاملات الشحنة اللي موجودة تحاول انه قلنا تعيد نفسها داخل كل منطقة ثانية، يظهر وكأنه عد جهد داخلي امثله بهذا الشكل وكأنه مصدر فولتية بهذا الترتيب. هذا الجهد راح اسميه بالفي نوت، نسميه بالبارير فولتج، الجهد الكهربائي الداخلي. زين هذا تقريبا قيمته 0.3 فولت
للجرمانيوم باعتبار أن عندي مادتين شبه موصلة وبوين 7 فولت للسيليكون. زين مبدئيا خلي شلون يعني خلينا نقول جاي يتولد هذا البيري فولتج، خلي احسبه حمل انتشار حاملات الشحنه الاغلبيه في كل منطقه ثانيه، يعني من تجي تحرك هسه بهذا الشكل الحاملات الاغلبيه اللي موجوده اللي عندنا اللي هنا هي الفجوات، تحاول ان تستقطب شنو الحاملات الاقليه اللي هي الالكترونات. بالمقابل بالمنطقه الثانيه الحاملات الاغلبيه الالكترونات اللي هي تحاول ان تستقطب سالبه الشحنه، تحاول انه شنو تجذب الحاملات الموجبه الشحنه. بالتالي حركه الحاملات الاغلبيه ولدت لي تيار انتشار، وحركه الحاملات الاقليه في كل منطقه هم راح تولد تيار. في لحظه الاتزان بعد انه ما تستقر الامور وما يصير عندي بعد اي حركه راح يصير عندنا شنو استقرار. التيار المتحرك بتاثير او التيار المتولد بتاثير الحاملات الاقليه راح يكون مساوي الى التيار المتولد بتاثير الحاملات الاغلبيه، ويصير عندنا شنو داخل منطقه الاستنزاف هذه راح يكون مقدار قيمه التيار يساوي صفر، او انه التيار الكلي في منطقه الاستنزاف عند لحظه الاستقرار او نسميها الاتزان راح يكون مساوي الى الصفر. زين كيف انه نحس بهذا مقدار قيمه التيار؟ خلي اوجد العلاقه بهذا الشكل. عند الاتزان بعد ما تستقر الامور راح يكون عندي مقدار قيمه التيار في منطقه الاستنزاف قلنا صفر، بالتالي ما راح يكون عندنا اي تيار ضمن النت جكشن كارنت. فمقدار قيمه الجي راح يكون هو عباره عن مساوي الى جي بي ويساوي لي مقدار قيمه الجي ان ويساوي صفر، تيار كثافه التيار صفر. زين بما انه مقدار قيمه كثافه التيار نتيجه الفجوات الكلي اللي هو اذكرناه قلنا هو عباره عن مقدار قيمه الجي بي بنتيجه الدرافت زائد جي بي زائد الديفيوجن، باعتبار هذا هو جي بي درافت انجراف زائد جي بي ديفيوجن، ويساوي معادلته هي عباره عن كيو بي ميو بي في الاي ناقص كيو دي بي في دي بي الى دي اكس. زين هذه شو تساوي؟ تساوي لصفر، قلنا في لحظه الالتزام مقدار قيمه كثافه التيار صفر. من هذه المعادله هسه ايش راح يصير عندي؟ ارتب المعادله هذه يحصل عندي هذه الكيو تختصر مع الكيو، راح يصير عندنا انه مقدار قيمه البي البي ميو بي اي تساوي لي دي بي دي بي الى دي اكس، او ميو بي على مقدار قيمه الدي بي في شده المجال الكهربائي تساوي لي واحد على البي في دي بي الى دي اكس. معادله رياضيه ارتبها. زين عندي علاقه بالنسبه لشده المجال الكهربائي، اقول بما انه شده المجال الكهربائي الاي تساوي لي ناقص دي في الى دي اكس. الدي في الفي هو عباره عن تغير الجهد الكهربائي مقدار قيمه الدي في. من هذه المعادله بعد هذا المقدار عندي انه وبما انه مقدار قيمة الدي بي حسب علاقة أينشتاين إنه مقدار قيمة الدي بي إلى الميو بي هو يساوي للفي تي، إذن هسه من هذه العلاقتين راح أحصل على إنه ناقص هذه راح تصير عندي ناقص واحد باعتبار هذه مقلوبة ناقص واحد على الفي تي في دي في إلى دي إكس تساوي واحد على البي في دي بي إلى دي إكس. زين هسه هذه المعادله خد تترتب بعد اكثر، خلي احاول انه ارتب الامور، راح يصير عندي ناقص دي في الى دي اكس تساوي انقل هذا اللي هنا تساوي لي في تي في واحد على البي في دي بي الى دي اكس. هسه الدي اكس مع الدي اكس تروح احصل على معادله انه ناقص دي في تساوي هي عباره عن في تي في دي بي على بي. زين اكامل طرفي المعادله هذه باعتبار هسه ممكن احصل على في عن طريق التكامل، هذه مشتقه بالتكامل، راح احصل على انه ناقص في تساوي هي عباره عن في تي في لين تكامل هذا الحد هو لين البي، وهذه حدود التكامل مالتي هي من منطقه البي ان نوت الى منطقه البي بي نوت، يعني من قيمه تركيز الحاملات الاقليه في منطقة البي اللي هي الإلكترونات إلى تركيز الحاملات الأغلبية في منطقة البي اللي هي الفجوات. فبالتعويض راح أحصل على أنه مطلق V باعتبار هذا حتى تخلص من السالب راح يكون مساوي إلى VT قوس لين
بي بي نوت تعوض بحدود التكامل ناقص لين بي ان نوت. زين، بما ان من خصائص لين انه هذه هي السالب هي تعب وكانه قسمه، فراح احصل على انه مقدار قيمه الجهد الحاجز اللي هو البي نوت يساوي في تي لين بي بي نوت على بي ان نوت. زين، البي بي نوت هو تركيز الحاملات الاغلبيه في منطقه البي اللي هي تمثل تركيز الشوائب اللي هو الان اي. نقول انه بي بي نوت هو الان اي تركيز الشوائب. زين، الحاملات الاقليه شلون احسبها؟ احسبها حسب المعادله انه مقدار قيمه البي في الان يساوي لنا ان اي سكوير، ومن عدها اقول انه مقدار قيمه البي ان نوت يساوي لنا مقدار قيمه الان اي سكوير على مقدار قيمه الان اي. اذا من عدها احصل على انه الجهد الحاجز يساوي لنا في تي لين البي بي نوت قلنا هو ان اي على، بالنسبه لهنا راح يصير عدد البي ان نوت هو الان اي سكوير على الان في مقدار قيمه الان دي، هذه راح تكون هي مساويه لمقدار قيمه الان دي، فيصير ان اي ان دي على مقدار قيمه الان اي سكوير، وهذا هو معادله ايجاد الجهد الحاجز اللي هو البارير فولت. فبالتالي حصلت على المعادله مالتنا تمثل مقدار قيمه الجهد الكهربائي الداخلي في وسط البيان. مقدار قيمة هذا الفي نوت عند درجة حرارة الغرفة تقريبا يكون مساوي إلى 0.5 فولت.